ثمة أقوال خالدة شهيرة، إذا قيلت أمامنا الآن تداعت إلى الأذهان ذكراها، وترانا نقول هكذا قالت العرب. لو رأيتك تفعلها لما صدقت. لماذا؟ ألا تصدق كلام جندب يا سعد؟ في هذا؟ لا، تترك حياة له وتنصرف إلى الحكمة والتأمل. من يصدق يا جندب؟ قل لي، أتصدق أنت نفسك؟ ابقى خارجا بعض الوقت. لماذا؟ لأنني أكنس الخيمة. وهل الخيمة زريبة يا كوثر؟ لا، ولكنني أكنسها مخافة أن تصبح زريبة. أجل الكناسة إلى وقت آخر. لا لا، أنت هنا لتفعلي ما أمرك به، نسيت أنك الخادم؟ كيف أنسى ذلك؟ خير أنني لا أنسى أيضا أن هذه الخيمة يملأها الغبار، وأثر نعالك ونعال عيالك وأصحابك وفتاة الخبز وبقايا الطعام. أخرج قليلا لأكمل الكناسة. لن أخرج. بلى ستخرج، وإلا أخرجتك بنفسي. هكذا؟ أنت مطرودة إذن. حسنا. إلى أين؟ ألم تطردني؟ وهل تسمح وقاحتك بأن أقول لك غير ذلك؟ أكمل الكناسة وإياك أن تعودي إليها ثانية. بعنا التمر وبعض القطيع ودفعنا الفدية بمساعدة بعض أهالي الحي. أليس لهذه القبائل إلا الإبل والتمر والغزو والترحل؟ إن للسأم نصيبا وافرا من أرواح هؤلاء الناس الذين ابتلوا بهذا الرمل الذي لا ينتهي. كأنك لا تعيش بيننا يا جندب. بل أقول ذلك لأنني أعيش بينكم. سأرحل إلى حضرموت. إلى حضرموت؟ وما لك فيها؟ لي تجارة يجب أن أهتم بها. ستطيل المكوث هناك إذن. هذا ما أفكر به، ولكن من يدري. ليتني أرافقك. إلى حضرموت؟ لا. تخشى أن يقال عنك بأن جندبا أثار اللهو في رأس سعد؟ لك لهوك ولي حكمتي. لا، ليس حكمتي، لي همومي يا جندب. أنت بحاجة إلى مال يا سعد؟ لا، أنا بحاجة إلى أن يشعر قومي بالأمان والكفاف، فلا يترحل كل عام من مكان إلى مكان بحثا عن قطرة ماء وورقة عشب. إذا رجعت من حضرموت فلن أغفر لك تخلفك عن المرور بي. كم أتمنى أن لا يطول غيابك يا سعد. قد تحب أرضا لأن لك فيها صاحبا، وأنا أحب هذا المكان لأنك فيه.
وسأعود إليك. ما أجده عندك من طمأنينة الروح لا أجده مع أي صاحب آخر. إذن أنا بانتظار من لا تنسيه حضرموت صاحبه جندب. أشعر أحيانا كأنني أخاف منك يا كوثر، ليتك تخففين قليلا من غضبك ومن هذه الدعسة التي أشعر معها وكأن الأرض ترتج وتكاد تنشق. من يلومني إذا أخذت الخيمة الآن من أوتادها وجعلتها تسقط عليك؟ لولا طيبة قلبك ورقة روحك لما أبقيتك في خدمتي دقيقة واحدة. تعرفين يا كوثر، رأيتك البارحة وأنت ترفعين كيس العدس عن الأرض وكأنك أحد مصارعي الصين أو الحبشة في بلاطات اليمن. تريد أن أحملك وأضعك خارج الخيمة؟ لا لا لا، ولكني مطمئن إلى أنك لن تدعي أحدا يدخل علي راغبا في قتلي. أنا لا أرسلها مزحة يا أبا شعيب. ماذا تعنين؟ أعني أنني أنتظر خروجك منذ ساعة من الخيمة لأنظفها. أوه، عدنا إلى تنظيف الخيمة. أنا أعمل لديك خادما بطعامي، أليس كذلك؟ نعم. ورغم ذلك أهتم بخيمتك وكأنها خيمة لي، أليس كذلك؟ نعم نعم. ألا يرضيك ذلك؟ بلى. اسمع، أنا لا أطيق أن أعمل عند أحد خيمته كهذه الخيمة وهو قليل النظافة مثلك. إما أن أتسلم هذه الخيمة فأتصرف بها كما أشاء، وإما أن تفتش عن خادم غيري. لا لا لا، الخيمة بتصرفك يا كوثر. وبما أنك طيبة إلى هذا الحد، هل لي بطلب أرجو ألا ترفضيه؟ ما هو؟ ما رأيك لو تساعدينني بالغنم ريثما أتدبر راعيا لغنم؟ أساعدك بالغنم؟ وهل أنا راعية يا أبا شعيب؟ لا، غير أني بحاجة إلى من يساعدني بذلك، لأنني لم أوفق براع لغنمي. كوثر، مضى وقت طويل وأنت عندنا، أحببناك وأحببتنا، ورغم كل شيء فأنت عزيزة كثيرا علينا يا كوثر، هل ترضين؟ رضيت. أعدك بألا أدخل هذه الخيمة وأنت تكنسينها. لا، عدني أنك أنت وصحبك وعيالك لا تدخلون هذه الخيمة بنعال ملأ بالرمل. حاضر. ولا تأكلون تاركين فتات الخبز ونوى التمر خارج الطبق. أعدك بذلك. أخرج. مضى زمن لم نرى لك وجها يا أبا ثعلبة ولم نسمع منك خبرا. قبل أن تقول لي ذلك لماذا لا تزورني؟ فأنا أكبر سنا منك وهمتي ليست كهمتك وكذلك همي. رحل راعية يا أبا ثعلبة فانقلب عندي كل شيء. وما سبب رحيله؟ إياك أن تقول لي بخلك. أنت تعلم إن كنت بخيلا أم لا؟ أبا شعيب، نعم. أنا بحاجة إلى بعض الغنم. ولماذا لم ترسل إلي بأحد بنيك؟ قلت أخرج قليلا من الحي، فالنفس في الكبر تتوق إلى رؤية الدنيا أكثر مما تتوق إليها في شبابها يا أبا شعيب. أريد الحي بعيدا عن أي مصيبة يا جندب. وهل أنا من يجر المصائب على الحي يا أبا ثعلبة؟ لا، ولكن أريد منك أن تساعدني في ذلك. أنت سيد الحي وأنا طوع أمرك. شكرا لك يا جندب. ألا تبقى؟ لا، تعبت، يجب أن أعود. جندب، خفف من لهوك وعبثك، فسيرة الحي من سيرتك. Thank you.
سعد، أهلا وسهلا سعد. كيف أنت يا جندب؟ بل كيف أنت؟ تغيب حتى لا يظن المرء أنك لن تعود أبدا. اجلس اجلس. قل لي أين كان غيابك؟ تسألني وكأنك لا تعلم. ومن أين لي أن أعلم؟ ودعتني منذ عام على أنك راحل إلى حضرموت ولن تتأخر، وها قد مضى العام من غير أن ألقاك أو أسمع خبرا عنك. بقيت طيلة العام هناك. لأي سبب؟ كادت التجارة أن تنسيني رجوعي إلى قومي. وتنسيك أن لك صاحبا اسمه جندب العنبر؟ وكيف أنساك يا جندب؟ تركت حضرموت وجئت توا إليك. لم تمر بقومك؟ لا. غفرت لك غيابك إذن. كما أنا مشوق إليك يا سعد. تأخرت عن الغنمية كوثر. وهل تتوزع كوثر إلى ألف قسم يا أبا شعيب؟ يجب أن أكنس وأطبخ وأحمل الماء والحطب وأرعى الغنم في وقت واحد. طبعا أنك لا تفيقين من نومك إلا بعد طلوع الشمس، فكيف؟ ومن قال لك ذلك وأنت يوم هنا وعام في غيابك؟ لماذا كل هذا التأخر إذن؟ لأن رعيك قد رحل، هل نسيت؟ سيكون لي راع آخر، وحتى ذلك الحين أرجو أن تفيقي من نومك باكرا ليكون خروجك مع الغنم قبيل طلوع الشمس. وهل هذا بطعامي أيضا؟ ما بك يا كوثر؟ بل ما بك أنت؟ أنا كخادم أعمل بطعامي، أما أنا كراعية فلن أعمل إلا بأجري. سأفكر بالأمر. لست في حاجة إلى ذلك. أجر راعيك الذي رحل يكون أجر راعيتك التي والحمد لله لم تزل حية. لكنه رجل وأنت امرأة يا كوثر. أنا بألف رجل وأنت تعلم. أعلم، سيكون لك أجر الراعي، فكف لسانك عني. إنك أحد أسياد قومك يا جندب، ولا يصح أن تكون في سيرتك ذا فحش ونزوات وتهتك. كأنك تعظني يا سعد. إنك صاحبي، وليس لي إلا أن أقول لك ذلك. وهل الحياة غير ما أرغب فيه وأعيشه؟ غريب أن تدافع عما أنت فيه من أخطاء. هذه ليست بأخطاء، والذي يظن أنني من الخلعاء والمتهتكين يجب عليه أن لا ينسى أنني أجير وأسود وأحمي ولا أغلب. فلا تدع ظلامك يكسف شمسك. لا عليك، فجندب سيدها إذا بسط روحه، وسيدها إذا بسط كفه. متى نلتقي يا جندب؟ لعظة أم لحياة؟ لا، لصحبة. ليتك في هذه الحال لا ترحل. قل يا أشعث، ما طلبك؟ تعلم يا سيد الحي أنني راع عند ابن زيد، وسيرتي في الحي لا يشوب أمانتها وصلاحها أي شائبة. وعندما ألقيت القبض على سارق جوادك إنما فعلت ذلك لما لك عندي من مهابة ومحبة وإكبار. وقد حسنا يا أشعث، وبعد ذلك قل ما حاجته. أملك خيمة أشتريت لها ما يجعلني أراها كاملة الأثاث، واسعة، ليست كخيم بني تميم، إلا أنها تناسب راعيا حتى ولو كان كثير العيال. وخيمتي تقع في طرف الحي. يا أشعث، كل هذا خير لك، ولكن حتى الآن لم أعرف سبب مجيئك إلي. أنا يا أبا شعيب راع، ما دخل علي من أجر يزيد ولا ينقص، ودراهمي حتى الآن تكفي لأن أطمئن إلى غدي، مع العلم أنني لن أكف عن أن أكون راعيا وفيا أمينا لأي صاحب قطيع كان، كما لو أنني كنت راعيا لديك، وهذا ما يساعدني على ليتك تساعدني على معرفة ماذا تريد مني. دع الشرح جانبا وقل لي بسرعة وصراحة وبكلمة واحدة ماذا تريد، وإن لم تفعل وبكلمة واحدة سأخذك إلى خارج الخيمة على ألا أرى وجهك بعد اليوم. قل. أنا أحب كوثر. كل هذا من أجل كوثر؟ نعم.
ظننتك داخلا علي وأنت راغب بالزواج من ابنتي صبح. وكوثر تحبك؟ تحبك؟ نعم. وجئت تطلب مني أن أزوجك إياها؟ نعم. أنا موافق، لكن ليس قبل أن أتدبر راعيا لغنمي. أنا أرعى غنمك. لا 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 لا، لأن كوثر يا مسكين ستجعلك ترعى صوتها وعصاها. مع السلامة. زيارتك لي يا سيد الحي شرف وكرامة، ولكن ليس لتؤنبني كأنني أحد الخدم أو أحد الرعاة. أؤنبك لأنني أحبك يا جندب، فأنت فارس الحي وشاعره وشجاعة صدر نحتمي به كلما أغرنا أو أدمت بنا مصيبة. هل سرقت أحدا يا أبا ثعلبة؟ لا. أغير على أحد؟ لا. أجير وأبسط كفي وأحمي وأغير، ذلك صدق أم كذب؟ بل صدق. قل صوت افتخاري بكم في يوم؟ لا، كل هذا نشهد لك به ونستظل شمائله وشيمه، ولكن أهدر بنو مرة دمك بسبب فاطمة؟ نعم. هم بقتلك إخوة زينب في عكاظ؟ نعم. خدعك مجونك فقتلت ابن كعب؟ نعم. أليس لقبك المتوحش المتهتك؟ نعم. وماذا بعد؟ هذا يكفي لتمحو بسط كفك وشجاعتك وافتخارك بقومك ولإجارتك المظلوم ما أنت به خزي وعار. أبا ثعلبة، إن لم تخف شجاعتي فخف تسرعي وغضبي. وإن لم تكف عن أن ما تكون أنت به فكف عن أن تتطاول علي. جئتك ناصحا لأنني أحبك، فرددتني مهانا لأنك تكره نفسك. دعني. لو علم أبو شعيب أننا نلتقي وألهك عن غنمه لرفض أن نتزوج يا كوثر. دعك من أبي شعيب الآن. وأهل الحي؟ أنا ولم أخف. تخاف أنت؟ تدبر أبو شعيب أمر قطيعه؟ لعله سيعود براع من عند سعد بن زيد منات. أصبحنا إذن على قاب قوسين. أشعث. أرق لك وتقع، فكيف إذا صفعتك؟ غضبت مني؟ غدا نتزوج، أنت ترعى الغنم وأنا أنتظرك، أنت تعطش وأنا أسقيك، أنت تجوع وأنا أطعمك. كم ستكونين سعيدة يا كوثر. أنا بحاجة إلى راع لغنمي يا سعد. وأين راعيك؟ رحل. ومن يرعى غنمك؟ كوثر. كوثر؟ أبعد الحجارة عن المراعي إذن، فهي لو رمت رأس غنم بحجر لاخترق أضلاعه. المهم ألا تغضب من راع وترميه برأس غنم. سأحاول أن أجد لك راعيا أمينا ذا دربة وميراث، شرط أن يبقى بعيدا عن يد كوثر، فهو لو أغضبها وجالت بيدها على كتفه أغرقته في الأرض وبات وكأنه في ضريحه. كوثر ستتزوج؟ ما تسببت يوما بقتل أحد يا أبا شعيب. يحبها وتحبه. ومتى الجنازة؟ ليس قبل أن أتدبر راعيا لغنمي. لن أتأخر به عليك. قل لي يا أبا شعيب، أما زلت غاضبا من جندب؟ دعك من ذكر هذا الاسم يا سعد. خليه ماضيا ما مضى. أبدا، فهو فاحش. لن أنسى سعيه إلى المساس بعرضي وهو ضيفي. سآتيك به معتذرا منه. إياك يا سعد، لو فعلت لانتهى ما بيني وبينك، لأنني سأخطره.
ماذا تفعلين هنا؟ وهل أسرق؟ لا، إنها الظهر وأنت رعية غنمي. الغنم يرعاه أشعث. يفعل هذا إن أنا راضي. يجب أن ترضى، لأن رعيك الذي تؤجل وصوله لن يصل أبدا. إذا كنت تظن أنني سأبقى راعية غنمك فهذا ما لن أفعله بعد اليوم. سعد سيتدبر أمر الراعي. وأنا تدبرت أمر غنمك مع أشعث. أم أن أشعث لا يرضيك؟ من قال هذا؟ لكن أخرج قليلا من بخلك يا شيخ الحي. إذا كنت أمتك وأنت سيدي فمن العيب عليك أن ترميني بين رعاة أجلاف. لولا قدرتي عليهم لحولوني إلى خبر يلوكه القاسي والداني. تبكين يا كوثر؟ وهل كوثر وحش يا شيخ الحي؟ لا يا كوثر، نحن الوحوش. إذن لا ترمني يا شيخ بين الرعيان. اصبري أياما فقط وبعدها تصبحين حرة ويتزوجك أشعث. ليتك تعلم منظرني اليوم يا جندب. من؟ أبو شعيب. ألم يزل حديث أوهامه؟ قل ألم يزل حديث فحشائك. صدقته يا سعد. وهل أكذب أن ما يلي النهار هو ليل؟ لن يغفرها إذن. لا، كم تاعس هو أبا شعيب، لا يغفرها ولا يستطيع أن ينتقم لها. هو يسعى إلى الانتقام لها. فلتشق النادبات وأثوابهن عليه إذن. كف عن خيلائك يا جندب. كأنك ضدي يا سعد. أجل، لن أطيل بقائي لديك، أنا قادم أطلب القنص. أي قنص؟ اطمئن، قنص الوحش والطير. لست بمقبل علي. لا، اسمع يا سعد، كلكم جندب ولكن في الظلام. ردها يا جندب، لأنها دفاع عما أنت به من تهتك ومجون، وليست بتهمة ترمي بها الآخرين. كلكم طالب تهتك، كلكم جندب وأنت سيدهم، وأنا أعلم أنك لو دعوتني لأسرعت إليك، لو استغثت بي لأنقذتك، لو جئتني لأجيرك لوجدتني بطلا، أما لو سألتك أن تجيرني لخذلتني، لو نديت في بلواي أنقذني يا سعد لاختفى سمعك، لو صرخت أغثني راعني أنك جبان. اذهب، لا ردك طريق إلي. ما بك يا شيخ الحي؟ لعل الشيخ الحي غاضب من وجودي في بيته. لا يا أشعث، اجلس. أنا أتذكر ماضيا يثير بي ألما لن أنساه. عرفته يا شيخ الحي، جندب. صدقت يا كوثر. ليتني كنت يومها أمتك. الفاحش، كأنه الآن أمام عيني. أنت تعرفه يا أشعث؟ رأيته مرة ولن أنساه. كأنك ترغبين برؤية وجهي يا كوثر. لكثرة ما يتحدثون عنه أصبحت وكأنني راغبة في أن أعرفه لأقتله. من تكونين؟ عد إلى سهوة حصانك. مررت بغنم، لابد أنك راعية. أنت لست من غنمي، لن أدعك تقترب مني. عد إلى سهوة حصانك. كم أنت رقيقة وكم أنت فاحش. كأنك لا تعرفين من أكون. من؟ امرؤ القيس؟ لا. من أنت إذن؟ أنا جندب. ماذا تفعلين؟ دعيني. لن أدعك، هات يدك الثانية. دعيني، تكاد تنخلع كتفي. سأخلعها فعلا إن لم تعطني الثانية. سعد، سعد، أنقذني يا سعد. تعرف من هذه يا جندب؟ لا. إنها كوثر، آمة أبي شعيب. أغثني يا سعد، أغثني يا سعد. الجبان لا يغيث. يا أيها المرء الكريم المشكوم، انصر أخاك ظالما كان أو مظلوم. أتعود إلى مثلها يا جندب؟ لا. إذن دعيه يا كوثر. لا، لن أدعه إلا بين يدي أبي شعيب شيخ الحي. سعد، نصرتني ظالما فانصرني مظلوما، وإلا قتلني ابن شعيب. دعيه يا كوثر. لا، إني آت لأبي شعيب براع يرعى غنمه، وإن لم تطلقي صراحة
رجعت بالراعي وعدل أبو شعيب عن أن يزوجك من أشعث. إنه لك، لقد نصرته مظلوما كما قال، فلا تنصره ظالما بعد اليوم.